حيتان بالفساد. فهاليوم اكيد ماكو واحد يجي يقول لك نعم. انا لا دوله نعم. وامن نعم. بالله دوله، بس يعني انا اتحدث عن مفهوم ما يحدث هذا اليوم في الشارع العراقي، يعني وايضا ما يحدث مع القوى السياسيه. اذا تسمحي لي، هاي نقطه جدا مهمه. يعني احنا اليوم من نقول قوى لا دوله، طبعا يعني هم انا اعتقد اكو صار لغط بهذا الموضوع، يعني اكو جهات سياسيه تواصلوا ويانا يعني وقالوا انتم شنو تتهمون، انتم احنا قوى لا دوله، احنا كذا احنا كذا. قلنا لهم لا، احنا ما نتهم احد، وما ما نقول فلان ضمن قوى لا دوله، وقوى لا دوله ما لها فد شكل معين او وصف معين او شيء معين. يعني لا، قوى لا دوله انت احتمال تشوفه مثقف ودكتور و يعني يتظاهر بالثقافه، ولكن يعني هو عنده قضايا فساد، وفساده ينمو ويترعرع في اجواء في اجواء الدوله. وايضا نقصد ايضا نقصد القوى اللي ما تطبق القانون وتمشي نعم على القانون. نعم، القوى الخارجه عن القانون او نعم. التي تنمو وتترعرع بضعف الدوله والتي تتمدد على القانون، نعم. والتي عندها ارتباط خارجيه وعندها اجندات نعم. وعندها 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 نعم، فهو يعد من هالنماذج. نعم، فاكو نعم. قائمه طويله من الصفات نعم. قائمه طويله من الصفات العامه يعني. فهذا هذا هذا الواقع اللي نقوله. يعني مثلا اليوم اذا احد قوى لا دوله اللي انا قلت لك ما نحصرها في اطراف معينه او قوى نعم. معينه او نحن اسماء نتحدث معينه، عن كل الكتل عن كل عن الكتل بعيدا عن طرف كل الكتل مهما ما كانت تسمياتها. هذا كلام. اذا اليوم يجي رئيس احد هذه القوى ويقول انه انا راح ادعم الدوله وانا راح التزم بسياقات الدوله، وفي حال التزامي وبمجرد العفو التزامه بسياقات الدوله نعم. نشوف انه الجهه مالته السياسيه راح تضمحل وتضعف وتنتهي ويتلاشى دورها. هذه الجهه مالته هي احد قوى لا دوله مثلا على نعم. سبيل المثال اقول. فهنا هذا الشيء يعني واضح، يعني ما اعتقد نعم. يحتاج الى انه نخوض به اكثر مما انه تحدثنا به وفسرناه ووضحناه. وللاسف يعني اكو اطراف معينه دخلت على الخاطوه، بدات انه تسوي لنا مشاكل مع قوى سياسيه محترمه وعريقه ولها وضعها، انه انتم تستهدفون فلان جهه، تستهدفون فلان طرف. لا، احنا ما نستهدف احد في هذا الوصف. احنا نستهدف صفات عامه اللي هو يتحسس من عندنا ويعتبرها نعم. استهداف الا بعد هذه مشكلته، احتمال هو يقوى في حال ضعف الدوله نعم.